انت الصراحه مولعاها. لا وايه مكة، ربنا يخليك بنتك يا مكة. ومكة ربنا يخليك بنتك يا مكة. خليك مع جديد ما تروحش للقديم، خليك مع جديد ما تروحش للقديم. كدابة احسن انا اقوم عشان هو يقعدوا ان شاء الله ما قعدوا. مدام ندى صباح الخير يا ام نية. صباح النور يا مدام ندى. خير في اي حاجه؟ انا كنت عايزه استاذنك في موضوع. اتفضلي يا حبيبتي. انا كنت عايزه افتح كرتونه اندومي دوم العماره. كرتونه اندومي ليه يا ام نية؟ عشان انت عارفه لبابا تعبان وفلوس العلاج غاليه شويه. يا حبيبتي مش بابا لما بيبقى محتاج علاج اي حاجه بديكوا فلوس عشان تجيبوا العلاج. انا عارفه انت طيبه وكل حاجه، بس كانوا العماره كلها واقفه معاكوا. صح، بس انا عايزه احس الاحساس ان انا بساعد بابا، ان انا بتعب عشان اساعد بابا. معلش يا امنيه، انا لو وافقتك دلوقتي تفتحي لي كرتونه اندومي. لا والله، بكره هتيجي تقولي انا عايزه افتح بيبسي، بعديها عايزه افتح اعمل شاي وقهوه، هتقلبيها لي سوبر ماركت تحت. لا هي ترابيزه صغيره بس احط فيها اندومي. والله صدقيني مش بضحك عليكي ارجوك. انت قلتي كرتونه اندومي ماشي يا امنيه. بجد يا مدام ندى؟ وانا هبلغ سكان العماره على الجروب بتاعنا. ربنا يخليكي يا رب. شكرا. كرتونه اندومي. حاضر ماشي. هروح اقول لماما المدام ندى وافقت. يلا اندومي، عندي اندومي جميل قوي، احسن اندومي في العالم، بعمله حلو قوي. مين عايز يدول اندومي بتاع امنيه وبس؟ يلا اندومي امنيه وبس. يلا اندومي. بابا ايه يا حبيبتي؟ عايزه اندومي. ايه امنيه الحلاوه دي؟ ايه رايك يا استاذ محمد؟ جميله والله. بجد؟ بجد. تعالى بقى كل يوم كل من عندي اندومي، بعمله حلو قوي على فكره. طب بصي دلوقتي انا وغزل هناكله 2 اندومي، لو طلع حلو كل يوم هناكله منك اندومي. بجد؟ بجد. اتفضلي اقعدي. اقعدي يا زوزو. عايزه اندومي بالايه؟ اي طعم. هي بتحب اللحمه. بتحب اللحمه؟ وانا خضار. خضار؟ اتفضلي. انت مجهزاها كمان؟ لو حلوه هجيلك كل يوم. ماشي. ان شاء الله يعجبك. وانت فتحتي اندومي ليه يا امنيه؟ عشان بس بابا تعبان وانا عايزه اصرف عليه والعلاج بتاعه، يعني بصراحه العلاج بتاعه غالي قوي. الف سلام عليك يا حبيبتي. الله يسلمك. طب حلو قوي يا بابا. بجد؟ بسم الله. حلو قوي. الله تسلم ايدك يا امنيه. حلو. جميل قوي، ده انا كل يوم هاجي لك بعد كده. امك ما تعرفش تعمل الاندومي ده. بكام يا امنيه الاندومي؟ عشان انا عملته 15 جنيه كده 30 جنيه. بابا. ايه يا حبيبتي؟ ابتدى اكل ماما وحش واكل امنيه احلى. انا بقى في حاجه من عند امنيه. وانا كمان يا بابا. امك ما تعرفش تعمل حاجه. والله يا بابا. كده الحساب كام يا امنيه؟ 30 جنيه. 30؟ اتفضلي يا حبيبتي 50 جنيه اهي، وال 20 جنيه الباقي عشان. بس كده كتير قوي. مش كتير يا حبيبتي ولا حاجه، ده كفايه ضحكتك العسل دي بس، واللي انت بتساعدي باباك. ربنا يخليك يا رب. شكرا. ويخليك. لو عوزتي اي علاج ولا اي حاجه قولي لي. حاضر. تسلم ايديك يا امنيه، الاندومي كان حلو قوي. انت جميله يا رب. وكل يوم هناكله من عندك اندومي. ماشي. مش عايزه حاجه؟ مع السلامه. مبسوطه يا زوزو؟ يا بابا. يلا اندومي. عندي اندومي، مين عايز اندومي؟ عندي اندومي. انت بتبيعي اندومي يا امنيه؟ يا سكر. سكان العماره رادوا؟ رادوا كمان بيراودوني عشان بابا تعبان. بكام الواحد يا امنيه؟ 15 جنيه عشان انا بعمله. 15 جنيه؟ لكن لو حد عايز يشتريه من غير ما اعمله ب 10 جنيه. عارفه اجيبه في السوبر ماركت بكام؟ بكام؟ 5 جنيه. يعني انت بتكسبي في الواحد 10 جنيه. انت زمان معاكي فلوس قد كده. النهارده اول يوم لسه افتح اساسا. بعدين انت رايحه فين؟ طالعة عند استاذ محمد اطلع له الحاجات دي. طب خلاص روحي انت شوفي انت عايز تعملي ايه. بعدي عني بعدي عني سيبي حاجتك. ماشي يا ماما. نعم. انا عايزه اندومي.
حاضر يا مك، هجيب لك اللي انت عاوزاه. ازيك يا امنيه، عامله ايه؟ ازيك يا استاذه ندى؟ الحمد لله. ايه الحلاوه دي يا امنيه؟ ايه رايك؟ حلو قوي يا حبيبتي. امنيه، مك عاوزه تاكل اندومي وانا كمان عاوزه ادوق الاندومي بتاعك. هيعجبك قوي على فكره. خلاص ماشي، هات لنا 2 اندومي. ماشي، عايزه بايه يا مك؟ هاتي بال، هات لها واحد بالخضار وانا واحد بالكاري. طيب ماشي، اتفضلي. دوقي يلا يا مك. الله يا أمنية، حلو قوي بجد. والله تسلم ايدك يا أمنية، حلو قوي. ايوه حلو قوي. تسلم ايدك يا أمنية. كل يوم بقى يا مك تعالي كلي من عندي ان شاء الله. ماشي. تعرفي يا أمنية، انت هتوفري عليا بعد كده ما عملتش اكل في البيت. اجي اكل من عندك اندومي. ماشي، افطار وغدا وعشا من عندي. ماشي يا أمنية. أمنية. ايه يا سوك؟ كام البراد ده؟ ده اسمه كتر يا سوك. طب بكام؟ معرفش، ماما ايه اللي جايبهولي. ماشي. أمنية تسلم ايدك، الاندومي حلو قوي يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا طنط يا رب. كده الحساب كام؟ 30 جنيه. ماشي. اتفضلي يا أمنية. بس في 10 جنيه زيادة كده. لا، العشرة جنيه دي ليك يا أمنيه، عشان احنا كلنا في العمارة بنحبك. بس كده كتير قوي والله. انا بحبك يا أمنيه. ربنا يخليك مكة. نعم يا أمنيه. ربنا يخليلك مامتك يا رب، عشان مامتك طيبة قوي وجميلة. ايه الكلام الحلو ده؟ شكرا. انت طيبة يا أمنيه. شكرا. عاوزة حاجة يا أمنيه؟ لا، على السلامة. يلا بينا. يلا أمنيه. يعني مش كفاية تاخدي 20 جنيه مكسب كمان 10 جنيه زيادة؟ لا انت الصراحة مولعاها. لا وايه مكة، ربنا يخليك مامتك يا مكة. ام مكة، ربنا يخليك بيتك يا ام مكة. انت بتعرفي تشتغليهم بس؟ صح. لا، بتعرفي تفتشيهم، انت شاطره. طب اقولك على حاجه، خليني اركز في شغلي وانت روحي مركزي دعوه بيا، وانت كمان ركزي في شغلي. ما انا رايحه مركزه في شغلي. سيبيني طيب في حالي. انت الصراحه. طب خلاص، طيب روحي شوفي شغلي، مركزي دعوه بيا. يلا اندومي، عندي اندومي. مين عايز اندومي من عندي؟ يلا يا سوكة تعالي. الله ينور. ايوه بس كده، وقفيها هنا مظبوطه كده. الله ينور. فاهمه كل حاجه بنت ولا مش فاهمه؟ فاهمه كل حاجه. اي حاجه ب 15 جنيه. الله ينور. برضو في كراسي جنبي، كراسي تخدميه. ايوه، انا كرسي دلوقتي. تعملوا ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ ده كشري. يعني ايه اللي انت بتبيعيه؟ تبيع اندوم واحنا نبيع كشري؟ انا مش قصدي، هو انتوا هتبيعوا جنبي؟ اما انت ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ليه؟ انا عمال ازعقوا. شرع الحكومه، هم مالهم بشرع الحكومه؟ خلي يتكلم، يتكلم معايا. كده هيمشوني انا من العماره. لا مش هيمشوك، وما لكيش دعوه. طب ما ينفعش والنبي. طب روحوا في مكان تاني وفرشوا. ما كنتوش عندي وتفرشوا ليه؟ خليك في حالك وقعدي ساكته. والله يا بنت لو ما سكتتي لا جبت وافتح لك دماغ. ما تعمليش مشاكل مع حد. ما تشوفها هي بتتكلم ازاي. انت ما فهمتك اللي هتعمليه بالظبط. ماشي خلاص. والكراسي جنبك استخدميها زي ما انت عاوزه. ما ينفعش كده والنبي. خلاص ابعدوا عني والنبي، مش عايزه مشاكل. اقعد ساكته بقى. يلا روح انت، ما تشغلش بالك. صباح الفل يا سوكا. ده الكرسي بتاعي ده. الكرسي بعد اذنك بس عشان لو حد جاي ياكل عندي. يلا عندي مكرونه، عندي كشري. يلا عندي مكرونه، عندي كشري. يلا يلا عندي كشري. يلا عندي كشري. ايه يا فروزه؟ انا عايزه اندومي. تعالي يا حبيبتي اجيب لك اندومي. عمو عندي كشري، اما ما يتقارنش باي كشري. ولا المكرونه بتاعتك تحفه، هتاكلها وهتفضل قاعد طول النهار تاكل مكرونه. شكرا يا حبيبتي. مكرونه جميله وب 15 جنيه بس. شكرا يا حبيبتي. خلاص. ازيك يا امنيه، عامله ايه؟ ازيك يا استاذ؟ ايه الحاجات الجديده دي؟ ايه رايك، حلو؟ لا والله العظيم حاجه حلوه جدا والله. انا عايزه اقول لك على حاجه. ايه؟ انا كنت فاتحه الاول وهي جت فتحت جنبي، وانا خايفه استاذه ندى تزعق لي، مش عارفه اعمل ايه. هتزعقلك ليه بس؟
عشان قالت لي افتحي بس كرتونه اندومي ما تعمليش حاجه تانية. خلاص مش انت عملتي كده فتحتي كرتونه اندومي؟ اه بصي هي جت فتحت جنبي انا مش عارفه امشيها ازاي وانا خايفه منها تفتح دماغي بطوبه. بصي خليك انت في حالك وخليكي في حاجتك بس وما تيجي استاذه ندى اكيد هتلاقيها وهتمشيها هي. بجد؟ بجد طبعا. يعني مش هتزعقلي؟ مش انت كل اللي انت قلتيه لاستاذه ندى عملتيه ما زودتيش عنه حاجه صح؟ صح. يبقى انت مش غلطانه في حاجه. شكرا يا استاذ احمد طيب خليتني اطمن قوي. مش هتاكلي بقى فروز اندومي بقى ولا ايه؟ اه طبعا هاكلها. اقعدي يا يوسف يلا. مفيش كرسي تاني؟ طب يا سوكا هات الكرسي بتاعي. ليه؟ انا اقوم عشان هما يقعدوا ان شاء الله ما قعدوا. طب اهدي بس اهدي بتتكلمي باسلوب وحش قوي اهدي. طب اتفضل. هات يا امي. عشان اسيب حقك عليا. تمام ماشي. فين بقى الاندومي بتاعنا؟ يا ماما عايزه الاندومي ده. عايزه ده؟ اتفضل. اه يا يوزا. اجيب لك بالخضار؟ تمام ماشي. يلا يا يوزا كلي يلا. عارفه يا امي لو طلعت حلوه كل يوم هاكل من عندك، تمام؟ ان شاء الله تطلع حلوه. باذن الله. يلا عندي كشري ومكرونه، يلا كشري ومكرونه. الله الله ايه الحلاوه دي؟ شكرا. ايه رايك؟ حلوة يا أمنية. حلوة يا ميرا؟ ماشي. يلا عندي كشري. مدام عايزة كشري؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تعالي قولي لي ايه ده؟ في ايه يا مدام؟ بصي أنا والله ما ليا ذنب. أنتِ مين اللي سمح لك تفتحي هنا؟ أمنية. أمنية؟ آه. إزاي يعني؟ 25 جنيه في اليوم وما تقوليش لسكان العمارة. يعني مأجرة للحتة دي؟ لا دي كدابة. أنا قلت لك كده؟ مش مصدقاني؟ اه نادي لك بابا من بره يقول لك كده؟ نادي نادي عشان كلامك كده. ثانية واحدة أنا قايلة لك الصبح يا أمنية. بصي والله أنا ما ضحكتش عليكي، أنا كرتونة الأندومي أهي ما عملتش أي حاجة تانية زيادة، فهي لقيتني وفتحت جنبي، أنا ماليش دعوة، ما قلتلهاش أي حاجة صدقيني. دافعالي 25 جنيه أنا أنا دافعالها 25 جنيه، أنا هكدب عليكي ليه؟ بصي يا أمنية ولا كدب ولا مش كدب، تلمي حاجتك دي، باباكي لو محتاج علاج أنا تحت أمركوا هديكوا اللي أنتوا عايزينه، بس ما تفتحليش سوق، النهارده أجرتلها ب 25 جنيه عشان تفتح مكرونة ولا كشري، بكرة هتأجري الواحد بتاع خضار، بعده هتأجري الواحد بتاع شيبسي، بعد كده هلاقيها سوق أنا. لا والله بس أنت عارفة عشان بابا والعلاج. يا بنتي أنا قلتلك أنا مقصرة معاكوا في حاجة، عمرك جيتي طلبتي مني طلب وقلتلك لأ؟ طب الحاجات بتاعتي انا لسه مبعتهاش كلها. خلاص يا ستي الحاجات بتاعتك دي قوليها هتسوى كام وانا هحاسبك عليهم، بس شيليهم كلهم مني. انا مش بكذب عليك انا مش كدابه. يا انا قلت لك انت كدابه انا خلاص مصدقاكي، بس لمي لي الحاجه دي انا غلطانه اصلا ان انا وافقت الصبح، وانت حبيبتي يلا لمي حاجتك دي وامشي يلا. معلش هدفع 25 جنيه انت اللي هتديهم لي. بصي هي كلمه واحده، الحاجات دي لو ما اتلمتش دلوقتي حالا انا هطلب لك العسكري انت وابوكي. خلاص خلاص خليها تديني 25 جنيه. لمي حاجتك خلصي. معلش يا مدام مركز دعوه بحاجتي عشان ايه؟ ربع ساعة طالعة ونازلة، لو لقيتك هنا هطلب لك العسكري انت وابوكي. خلاص حاضر يا مدام. خلاص خليك مع جديد ما تروحش للقديم، خليك مع جديد ما تروحش للقديم. يا كدابة. احسن انت كدابة على فكرة. انا كدابة؟ اه وتدخلي النار. مركز دعوه.